من ضمن دعوات مواكبة الفقه لروح العصر، وزي ما حضرتك بتقولي في تكنولوجيا وفي تقدم علمي وثورة تكنولوجية ورقمية في الفترة الأخيرة، في ضجة كبيرة جدا عن إمامة المرأة للصلاة، وشفنا كلنا اللي حصل في فرنسا، السيدة كاهنة بهلول اللي أمت الصلاة رجال ونساء يوم 21، أعتقد 21 فبراير الماضي. رأيك إيه؟ ده بقى من المنطقة المحظورة، لأنه قام الإجماع بعد منذ وقت الرسول وبعد الرسول أن المرأة لا تؤم الرجال ولا تؤم الذكور مع الإناث، تؤم الإناث فقط وتقف في وسطهن. لماذا؟ لأن عند عمل الرسول، ماذا فعل الرسول حينما مرض؟ هل فوض السيدة عائشة أن تؤم المصلين أم فوض سيدنا أبو بكر؟ دي حاجة. بدن المرأة يا أستاذ عمرو، بدن المرأة اللي ربنا بيستره وبيحافظ عليه، بتتأثر في ركعاتها وفي سجودها، حتى لو لابسة يعني لبس لا يبين، يعني حتى لو لابسة، لأن أنا لما بركع أو بسجد جسمي كله بيتغير معايا. طب واللي هم اللي بيصلوا وراها دول يعني بيفكروا فين الخشوع في بقى؟ أيوه، بيفكروا في الحاجات قد دي، لأن الشيطان ملازم الإنسان حتى في صلاته، حتى في صلاة. وربنا والرسول بيحذرنا تماما من ملازمة الشيطان الإنسان. فقد يترك المصلي الصلاة ويتأمل في جسم المرأة اللي هي بتأمه دي إيه؟ طب ولو كانت كبيرة في السن يعني؟ حتى الأحكام الشرعية شرعت للجميع، لم تفرق بين ذكر أو أنثى. ربنا بيقول إيه؟ وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ طب معلش، طب بس يا دكتوره يعني عشان الوقت، طب ما احنا في الحرم بنطوف وبنصلي رجال ونساء. ده عمليه شعيره من الشعائر وعمليه ضروره. طب ما هو وانا نفس شخصيا الإنسان. وانا هو نفس الانسان. انا اقول لحضرتك، انا شخصيا بطالب، وطالبت، كنت في مؤتمر هناك بطالبت بتخصيص عدد من الساعات لطواف النساء وعدد من الساعات لطواف الرجال كما يفعل في زياره الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه المنوره. بس يمكن لان الاحتكاك ده يعني في للاسف الشديد في ناس بيروحوا يحجوا بكل اسف، وبيتعمدوا ان هم يحتكوا مع السيدات ويتحرشوا بيهم. يعني انا عمليه الخشوع الديني ده بين الانسان وبين الله، لكن قد لا يستطيع انسان ان يملك نفسه او ان يملك شهوته فيصدر منه. مش ربنا بيقول وزين لهم الشيطان اعمالهم؟ زينا لهم الشيطان اعمالهم. فانا بقول انا بطوف بقى وماليش دعوه، ومهما حاولت يعني مهما كان معايا زوجي او معايا ابني واحاول ما بنقدرش. يعني حضرتك مع انه حتى مساله الطواف تبقى يعني ساعات للرجال وساعات للنساء؟ نعم، فصل. وبعدين صلاه العيد يا دكتور عمرو، او صلاه العيد، صلاه العيد يعني انا بلاقي البنات جنب الاولاد وجنب الرجاله وجنب كتفا بكتف. حضرتك ضد ده؟ طبعا ضد ده تماما، لأن العبادة أهم في حاجة فيها الخشوع، وإحنا بشر. الدين بتاعنا ربنا بيقول فيه إيه يا دكتور عمرو؟ معلش أطول عليك. وأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يعني ده ملهاش علاقة بقى بالتقدم العلمي والتكنولوجيا؟ لا 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 لا، أزيل من المناطق المحظورة التعبدية. تمام. تؤم نسائها؟ تقف وسطهن؟